الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر بتاع الشباب كان بيتكلم على المدرب الوطني، وقال لوزير الرياضة يا ريت نجيب مدرب وطني. مين هيكون المدرب الوطني؟ هو الرئيس طبعا قال يعني دعابة لطيفة، قال على أم يعني هي النتيجة بتبقى يعني ما بتفرقش كتير. يعني خلينا نسمع الرئيس قال إيه في هذا السياق، وخلينا نسأل يا ترى من سيكون مدرب منتخب مصر الوطني، لأنه يعني واضح كده بالشكل ده أنه هيكون مدرب وطني خلاص، يعني لن نقوم بالإتيان بمدرب أجنبي. خلينا نسمع كده ونسأل من سيكون المدرب الجديد. احنا قلنا ان احنا هنجيب مدربين من بره تاني ولا هنجيب تاني؟ خلاص مفيش بقى خلاص. يعني فالمدربين يعني احنا ليه ما عندناش ثقه في يعني في المدربين المصريين يعني؟ فاحنا قلنا الدكتور اشرف بيقول له هتعمل ايه؟ قال لي لا يا فندم احنا ان شاء الله مش هنجيب مدربين اجانب تاني، وهنكتفي بالمدربين المصريين، ولازم ندي الفرصه النتيجه واحده. بس بمدرب وطني يا فندم ان شاء الله النتيجه تبقى احسن. اه طبعا مفيش كلام، انا بس بضحك معاكم، ما قلتش نتيجه واحده، لا والله لا 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 ما اقصدش، لكن اقصد اقول يعني نتيجة. شوفوا الجدية في أي موضوع والتجرد في أي موضوع وعدم المجاملة في أي موضوع والانتقاء في أي موضوع ينجح في أي شغلة، في أي شغلة. إنما ده يعني ناخد نختار ده عشان حد معبين ومجاملة يعني مش هتنجحوا في أي قطاع بما في قطاع الرياضة. بقول تاني، طب في الثقافة، في الفنون، في الشعر، في الموسيقى، في الصوت، يعني ما حد يقول لي إيه أنا آسف. طبعا كل الاحترام والتقدير السيدة أم كلثوم يعني، لكن أنا مش مع أن حد يقول لي ما فيش تاني. أنا مش مع ده، مش مع ده. يعني الصانع ربنا، مش معقول أنا هعمل أم كلثوم نسخة واحدة وبس خلاص. إنما اللي جات له الفرصة يطلع قدامنا هي أم كلثوم واحدة واحدة وصلة. مش عارف يعني أنتوا فاهمين أقصد إيه؟ الإشكالية كلها مش موجود بنظرية الاحتمالات. يمكن الرئيس يعني حب يقول يا جماعة أنا بهزر يعني ما نقصدش، لكن أنا رأيي إن هو فعلا هي مش فارقة كتير، يعني ما فرقتش كتير أما كان عندنا محلي أو كان عندنا أجنبي. ففكرة إن يبقى فيه أجنبي ونقعد ندفع له بالدولار وما نديش يعني فيها آراء، بس يعني أنا مع إنه هي ما فرقتش كتير. معانا إيهاب الخطيب الناقد الرياضي هيقول لنا من هي الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر، لأن احنا محتاجين مدرب بسرعة. أهلا أستاذ إيهاب، اتفضل. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو، وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. من هو المدرب الجديد؟ حضرتك لما كنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت قلنا مدرب وطني في المرحلة الجاية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ده بشكل قاطع وواضح، وفعلا بتفق زي ما قال سيادة الرئيس وزي ما قلت لحضرتك النتائج ما بتختلفش كتير، لكن معظم النتائج الإيجابية اللي اتحققت في كرة القدم حققها مدرب وطني. فاحنا عايزين نقول ان الأسماء المرشحة، رغم ان النهارده في كلام كتير اتقال نصا ان الكابتن حسن شحاتة هيجي مشرف على المنتخب الوطني، والكابتن إيهاب جلال مدير فني، والكابتن حسام غالي مدير كورة. إيهاب جلال اللي هو دلوقتي مدرب النادي المصري. دي كلام كده بتقال معلومات، لكن لسه ما فيش قرارات رسمية. خلينا نقول ان الكابتن حسن شحاتة مرشح، الكابتن إيهاب جلال مرشح، كابتن حسام البدري مرشح، كابتن حسام حسن مرشح، كابتن
حسام البدري مرشح. طب هو معلش هو مين اللي بيختار المدرب؟ يعني الكام يوم الجايين دول مين اللي هيقرر ان هو حسام البدري او حسام حسن او حسن شحاته او ايهاب جلال؟ كويس، في لجنه فنيه تكون من اتحاد الكوره مع وزاره الشباب والرياضه، وهيتفقوا على الاسماء وهيتم وضع معايير لاختيار الافضل في المرحله الجايه. وفي اتجاه فعلا ان الكابتن حسن شحاته يكون موجود للاداره الفنيه العليا ويبقى تحتيه مدير فني. لا يعني ايه يعني ما فهمتش ايه الاداره الفنيه العليا وتحتيه يعني مشرف فني وتحتيه مدير فني. مشرف فني ده اللي هو الخبرات الكبيره اللي عند الكابتن حسن، لو ما بقاش المدير الفني للمنتخب المصري يبقى مشرف فني، يبقى هو الراجل اللي عنده الرؤيه واللي عنده الخبره وبيحرك. هو كابتن حسن شحاته هيوافق انه يبقى فيه مدرب غيره؟ لا، ما هنا بقى انت لما بتيجي تتكلم على منتخب مصر، الكابتن حسن شحاته على فكره من المدربين اللي جاهزين ومركزين وفي حاله وجوده في مدرب منتخب مصر هيكون طبعا اضافه كبيره، لكن هو ده اتجاه، انا بقول حركة على الاتجاهات اللي موجوده. وفي الحاله دي اعتقد ان الكابتن حسن شحاته طبعا مش هيرفض، لان هو بيرحب باي حاجه لصالح المنتخب المصري. طب خلينا نرجع تاني للجنه اللي هتختار، ايه علاقه وزاره الرياضه بالموضوع؟ يعني وزاره الرياضه هيكون ليها دور في اختيار المدرب؟ طبعا هيكون لوزير الشباب دور، وده واضح جدا لسبب بسيط جدا، لان اعضاء اتحاد الكوره قدموا استقالتهم. وبالتالي مفيش كيان لاتحاد الكوره غير الكيان اللي بيدير دلوقتي المدير التنفيذي والمدير المالي وفقا للائحه. فالمدير التنفيذي ما عندوش اراء فنيه، والمدير المالي ما عندوش اراء فنيه، فبالتالي لما بتعمل لجنه فنيه من خلال وجود اتحاد الكوره المنوط بالمدير التنفيذي ووزير الشباب والرياضه، ده الشكل الامثل في هذا التوقيت، لان حضرتك عارف ان في استقاله لاعضاء اتحاد الكوره. وعايز اقول لحضرتك ايوه، اللجنه دي هتتشكل ازاي ولا منين؟ يعني مين اللي هيختار المدرب؟ اللي هيختار المدرب وزاره الشباب والرياضه مع اتحاد الكوره من خلال فنيين. يعني هي في لجنه فنيه غير معلنه، غير معلنه هيبقى عندها احتياجات الفتره اللي جايه، لان حضرتك عارف ان في ارتباطات في شهر 10 تصفيات كاس عالم، بس دي احنا مش هنلعب في التصفيات الاولى، هنلعب في شهر 11 الجاي. احنا معفيين مش معفيين، هو طبعا حضرتك عارف النظام بتاع كاس العالم اللي جاي 2022، اول 26 منتخب في الترتيب هيكونوا بره اول لعب، بعد كده 28 التانيين هيلعبوا، هيطلعوا 14، ال 14 دول على 26 هيلعبوا 10 مجموعات، كل مجموعه يطلع منها واحد، بعد كده ال 10 دول يلعبوا بعض يطلع منهم 5. دي التصفيات بتاعت كاس العالم. تصفيات الامم الافريقيه بقى تبدا في شهر 11، دي اللي احنا هنلعب فيها يوم 11/11 مع كينيا، معانا كينيا وتوجو وجزر القمر. احنا محتاجين مدرب بسرعه، محتاجين مدرب بسرعه، وبالتالي دي الاسماء المطروحه للمدير. طب انت يعني احساسك ايه؟ مين المدرب اللي جاي يعني؟ هي مش هتتقاس يا استاذ عمرو بالاحساس، لكن هي فكره التوليفه اللي اتقالت النهارده فكره كويسه. الكابتن حسن شحاته مشرف فني، كابتن ايهاب جلال ياخد فرصه، كابتن حسام غالي مدير كوره، في طبعا مرشح كابتن عصام الحضري لتدريب حراس المرمى، ولكن كل ده زي ما بقول لحضرتك لسه ما فيش قرار بيه، هي مجرد اجتهادات. والبعض برضه بيذكي كابتن حسام البدري، البعض بيذكي كابتن حسام حسن، لكن كل واحد لما بتيجي تقعد وتشوف هتلاقي في واحد عنده ميزه وعنده حاجه يعني شويه محتاجه تركيز، ميزه وحاجه، لكن في الاخر في خلال ال 48 ساعه الجايين هيتم حسم هذه القصه. خلينا ناخد منك خبر برضه قبل ما تمشي، هو كهربا رايح فين؟ انا جاوبت على حضرتك قبل كده، بس هجاوب على حضرتك تاني، في شهر يناير هيجي على النادي الاهلي برضو. هقول برضو، ما انا مش يعني لو المعلومه حصل فيها اي تغير هقول، هو التغير اللي حصل عادي خالص، هل محتاجين لجنه تساعدكم في الفتره الجايه؟ لان بنسب كبيره مش هيتم اجراء انتخابات بعد 3 شهور، وهيتم استكمال السنه الجايه المقبله بهذا الشكل لحين اجراء الانتخابات العامه بعد كده في اتحاد الكوره بعد سنه من دلوقتي. الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، بنشكرك، شكرا.